يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. في الثالث من شهر رجب في السنة الرابعة والخمسين بعد المئتين من الهجرة. قبل ولادة إمام زماننا الحجة بن الحسن بسنة واحدة، استشهد جده الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. سلام يترى يتواصلُ من قلوبنا الى ربوع سامراء سلام على الهادي سلام على المهدي من ولده قائم ال محمد امام زماننا ورحمه الله وبركاته وانتم سلام عليكم برنامج الخاتمه الجزء الرابع من ملف الكتاب والعتره حلقات عنوانها اسئله اجوبه صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجئي البتري العباسي التافه الحلقه الثانيه والعشرون بعد الثلاثمئه البرنامج الذهبي انه برنامج القريه الظاهره الامنه وفقا للمنهج اليماني <applause> الزبده الذهبيه اعرف امامك وعرف بامامك المعرفه الذهبيه امامك دينك ودينك امامك العباده الذهبيه رابط, رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك, إمامك. البراءة الذهبية. طلق منهج, منهج أصحاب, أصحاب العمائم, العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء. طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. في الحلقة الماضية، وصلت إلى سؤال مهم حول الزيارة الجامعة الكبيرة. ما يرتبط بعدم ذكر الشهادة الثالثة في مقدمة الزيارة الجامعة الكبيرة التي نعرفها. مثلما نقراها في مفاتيح الجنان حين اتحدث عن مفاتيح الجنان لانه كتاب متوفر في بيوتكم والا فالمصادر الاصليه قد ذكرتها لكم وحدثتكم عنها لا اريد ان اعيد ما تقدم من كلام في الحلقه الماضيه هذا جزء من السؤال وجزء اخر حينما جاء مذكورا في وسط الزياره والى جدكم بعث الروح الامين فاذا كانت الزياره لامير المؤمنين فان الزائر يقول والى اخيك بعث الروح الامين الزهراء ليس لها من ذكر هنا لماذا هذه هي الاسئله التي تكررت ووردت كرارا ومرارا وردتني وبدات الجواب منذ الحلقه الماضيه خلاصه الكلام في الحلقه الماضيه في نقطتين النقطه الاولى المعطيات التي عرضتها لكم تؤكد بشكل واضح من ان الزياره الجامعه الكبيره في نصها الذي نعرفه قد تعرضت لتحريف كبير النقطه الثانيه بحسب المحدث النوري وقد قرات عليكم كلامه من كتابه المستدرك الذي حرف الزياره الجامعه الكبيره هو الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق روى الزياره الجامعه الكبيره في كتابه الفقيه وفي كتابه العيون وهما اقدم المصادر التي عندنا وبين ايدينا اتحدث عن المصادر التي نقلت نص الزياره الجامعه الكبيره ذكرت لكم في اخر الحلقه من انني لا اتفق مع المحدث النوري في اتهامه للشيخ الصدوق في تحريف الزيارة الجامعة الكبيرة، لأنني لا أملك دليلا يدل على ذلك، أنا لا أستبعد هذا الأمر لا من الصدوق ولا من غير الصدوق، خصوصا وقد اطلعت على التفاصيل الكثيره في واقع مراجع الشيعه وعلمائها هناك الكثير والكثير من الكذب والافتراء والتزوير هذا موضوع واسع لكنني لا املك دليلا واضحا وصريحا ان الصدوق هو الذي قام بذلك ذكرت لكم وجهه نظر المحدث النوري وما استدل به تلك رؤيته وذلك نظره لكنني اتفق معه من ان تحريفا كبيرا قد وقع في نص الزياره الجامعه الكبيره في النص الذي نعرفه وقلت لكم من انني اذا اردت ان اتهم احدا بتحريف الزيارة الجامعة الكبيرة فإنني أتهم الشيخ الطوسي الذي يعرف بشيخ الطائفة إنه محمد بن الحسن الطوسي المتولد سنة 385 للهجرة والمتوفى سنه اربعمئه وستين للهجره انه شيخ طائفه مؤسس حوزه النجف سنه اربعمئه وثمانيه واربعين للهجره عندي مجموعه من القرائن ساعرضها بين ايديكم هي التي تدفعني ان اقول من ان الذي حرف الزياره الجامعه الكبيره هو الشيخ الطوسي انا احاول الاختصار بقدر ما استطيع لن احدثكم عن تاريخ الطوسي وهذا امر مهم في الذي انا بصدده لكنني لا اريد ان اطيل الكلام في هذا الموضوع لن احدثكم عن تاريخ الطوسي يمكنكم ان تعودوا الى الحلقات المختصه بهذا الموضوع في برامجي المتنوعه فلقد تحدثت مرارا وكرارا عن الطوسي وتاريخه وتفاصيله ولا اريد ان احدثكم عن شافعيه الطوسي فهل هو شافعي بالانتساب المجتمعي والاسري وبالانتساب العقائدي ام انه شيعي من جهه الانتساب المجتمعي والاسري وهو شافعي من جهه الانتساب العقائدي والفتوائي انا ارجح الثاني وان كان علماء الشوافع في كتبهم يصرحون من ان الطوسي كان شافعيا وكان من علمائهم ومن شخصياتهم لكنه بعد ذلك صار رئيسا للشيعه الاماميه هكذا يقولون في كتبهم انا لا اريد ان ادخل في هذه التفاصيل وقد عرضت كل هذا في برامجي المختلفه بالوثائق والحقائق والمصادر والشواهد لا اريد ان احدثكم عن تاريخ الطوسي ولا عن شافعيه الطوسي ولا اريد كذلك ان ادخل في الكثير من المطالب التي تثار حول شخصيه الطوسي احاول ان الملم اطراف كلامي واطراف حديثي كي اعرض لكم القرائن والأسباب التي تدفعني أن أقول من أن الذي حرف الزيارة الجامعة الكبيرة هو الشيخ الطوسي لا بد أن أذكركم من أن المصادر القديمة لنص الزياره الجامعه الكبيره اولا الفقيه للصدوق وثانيا العيون للصدوق وثالثا التهذيب للطوسي والطوسي مثلما في كتابه التهذيب فقد نقل الزياره كما يبدو عن كتاب الفقيه للصدوق هذا هو الذي يبدو من خلال مراجعه كتاب الفقيه وكتاب العيون وكتاب التهذيب بحسب الفرضيه التي افترضها فإن الطوسي حرف الزياره وأثبتها بعد تحريفها في كتابه التهذيب لكن النص الموجود في التهذيب هو بنفسه موجود في الفقيه وموجود في العيون مع اختلاف يسير في الجمله التي حدثتكم عنها من اراد الله بدا بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه اليكم في العيون وفي الفقيه توجه بكم. اذا كنت مقتنعا من ان الطوسي هو الذي حرف الزياره الجامعه الكبيره فهذا يعني هو الذي عمد الى كتاب الفقيه واثبت فيه النص المحرف وكذلك عمد الى كتاب العيون واثبت فيه النص المحرف لكنه فاته ان يحرف هذه الجمله ومن قصده توجه اليكم كي تبقى هذه الجمله علامه على ان نص الزياره الجامعه الكبيره قد تعرض الى تحريف لا اريد ان اطيل عليكم اضيف هذه المعلومه من أن التحريف حدث في النجف وليس في بغداد حيث أن مكتبة الطوسي والمكتبات الشيعية أحرقت بالكامل قبل أن ينتقل الطوسي إلى النجف وأسس مكتبة جديدة هناك لعبة لعبة هناك لعبه هذه اللعبه ساحدثكم عنها اذا ما اتممت كلامي في هذه الحلقه ساحدثكم عنها في حلقه يوم غد ان شاء الله تعالى هناك لعبه المكتبات الشيعيه احرقت في بغداد مباشره بعد احراق المكتبات توجه اطوسي الى النجف وبدا باعاده انشاء المكتبه الشيعيه وكتبوا الكتب من جديد انها فرصه ذهبيه للتحريف وهنا كما اعتقد فان طوسي قد حرف الزياره الجامعه الكبيره وعمد ايضا الى تحريفها في الفقيه والى تحريفها في العيون فاسقط ما اسقط منها وفعل فعلته الشنعاء في نص الزياره الجامعه الكبيره نذهب الى فاصل عن داوود ابن كثير, كثير الرقي, الرقي قال قلت لابي عبد الله, الله امامنا الصادق صلوات الله عليه, صلوات الله عليه, عليه ما معنى السلام, السلام على رسول الله فقال الله ان الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الائمه وخلق شيعتهم اخذ عليهم الميثاق وان يصبروا ويصابروا ويرابطوا وان يتقوا الله ووعدهم ان يسلم لهم الارض المباركه والحرم الامن وان ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والارض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شيه فيها قال لا خصومه فيها لعدوهم وان يكون لهم فيها ما يحبون واخذ رسول الله صلى الله عليه واله على جميع الائمه وشيعتهم الميثاق بذلك وانما السلام عليه تذكره نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله ان يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه الطوسي أورد نص الزيارة الجامعة الكبيرة في كتابه التهذيب تهذيب الأحكام بحسب الطبعة المتوفرة لدي وهي طبعة مكتبة صدوق طهران إيران هذا هو الجزء السادس من تهذيب الاحكام صفحه 107 انه الباب السادس والاربعون الحديث الاول في هذا الباب الزياره الجامعه الكبيره المرويه عن امامنا ابي الحسن الهادي صلوات الله وسلامه عليه إذن سأبدأ حديثي من التهذيب من المصدر الذي نقل فيه الطوسي هذه الزيارة الطوسي ولد سنة 385 للهجرة في مدينة طوس في خراسان ورد الى بغداد سنه اربعمئه وثمانيه للهجره كان في الثالثه والعشرين من العمر لن احدثكم عن تفاصيل حياته الان ربما احدثكم في حلقه يوم غد لانني ساكون مضطرا الى ان اشير الى بعض المعلومات عن حياته الشخصيه وصل إلى بغداد سنة 408 وثمانية للهجرة، وكان منغمساً في الأجواء الشافعية، تعرف على المفيد، على الشيخ المفيد في هذه الفترة، في فترة وصوله إلى بغداد. وبقي مع المفيد إلى أن توفي المفيد سنة 413 للهجرة في أوائل شهر رمضان ما يقرب من خمس سنوات كان مع المفيد المفيد كان المرجع الأول المرجع الأعلى المرجع الأعظم للشيعة آنذاك فكل شيعة كانوا يعودون إليه في التقليد رسالته العملية المعروفة والمشهورة المقنعة ها هي بين يدي الرسالة العملية للشيخ المفيد المقنعة الطبعة طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسه الطوسي حينما تعرف على المفيد تاثر به من جمله ما قام به في تلك الفتره ايام حياه المفيد كان المفيد على قيد الحياه ان الف الطوسي شرحا للرساله العمليه لاستاذه المفيد المقنعه الشرح هو هذا الكتاب تهذيب الاحكام تهذيب الاحكام صحيح هو جامع من جوامع الحديث لكنه في اصله في حقيقته هو شرح للرساله العمليه للمفيد المقنعه وهذا ما تحدث به الطوسي نفسه في مقدمه كتابه تهذيب الاحكام هذا الجزء الاول ماذا يقول الطوسي في المقدمه بعد البسملة والمقدمات ذاكرني بعض الاصدقاء ايده الله ممن أوجب حقه علينا أو ممن أوجب حقه علينا المعنى واحد ذاكرني بعض الأصدقاء أيده الله ممن أوجب حقه علينا باحاديث اصحابنا الى ان يقول في كلامه الطوسي سمعت شيخنا ابا عبد الله وهي كنيه المفيد سمعت شيخنا ابا عبد الله ايده الله تعالى هذا يعني انه بدا تاليف الكتاب هذا في حياه المفيد الكتاب كبير ربما لم يكمله في حياه المفيد وحتى لو كان قد اكمله في حياه المفيد لقد عاد اليه وفصل وطول فيه بالنتيجه الطوسي بدأ كتابه تهذيب الأحكام في شرح المقنعة التي هي الرسالة العملية للمفيد وكان المفيد على قيد الحياة ويستمر الطوسي في مقدمته وسألني من هو هذا الذي سال الطوسي الذي قال عنه ممن اوجب حقه علينا هناك من يقول من انه هو السيد المرتضى ربما يكون هذا الكلام صحيحا ليس مهما من هو هذا الشخص وسالني ان اقصد الى رساله شيخنا ابي عبد الله يعني المفيد ايده الله تعالى الموسومه بالمقنعه لانها شافيه في معناها كافيه في اكثر ما يحتاج اليه من احكام الشريعه وأنها بعيدة من الحشو إلى أن يقول الطوسي وأن أترجم أن أترجم يعني أن أشرح أن أبين التفاصيل هذا المراد من قوله وأن أترجم وأن أترجم كل باب على حسب ما ترجمه ما ترجمه ما ذكره المفيد واذكر مساله مساله فاستدل عليها اما من ظاهر القران او من صريحه او فحواه او دليله او معناه واما من السنه المقطوع بها من الاخبار المتواتره او الاخبار التي تقترن اليها القرائن التي تدل على صحتها واما من اجماع المسلمين ان كان فيها ان كان في المساله من اجماع او اجماع الفرقه المحقه يعني الشيعه الاثني عشريه ثم اذكر بعد ذلك ما ورد من احاديث اصحابنا المشهوره في ذلك الى بقيه كلامه اذا قراتم المقدمه ولا اجد وقتا لقراءتها اذا قراتم المقدمه فانه يقول سيجعل هذا الكتاب خاصا بشرح المقنعه التي هي الرساله العمليه لشيخه المفيد وانه بعد ذلك سيقوم بتاليف كتاب واسع كبير انما قصده الان ان يتناول الرسالة العملية للمفيد وأن يفصل القول فيها مسألة مسألة هذا هو الذي ذكره في المقدمة هذا يعني أنه لن يحذف شيئا منها على الأقل إن لم يشرح كل شيء فيها ان يحافظ على نصها لكن طوسي حرف الرساله العمليه لاستاذه المفيد حرفها تحريفا شيطانيا خبيثا الذي اعتقده لم يقم بهذا الامر زمان المفيد ولم يقم بهذا الامر زمان المرتضى ولم يقم بهذا الأمر زمان مرجعيته في السنين الأولى التي قضاها في بغداد بدأت مرجعيته في بغداد سنة أربعمية أو ستة وثلاثين ورحل من بغداد إلى النجف سنة أربعمية وثمانية وأربعين التحريف الذي حدث حدث في النجف بعد أن أحرقت كل المكتبات الشيعية وأحرقت كتب المفيد الطوسي وجدها فرصة للتحريف وربما حرف هذا قبل النجف لكنني حينما ادرس تأريخ حياته اجد ان الفرصة المناسبة هي هذه وهي فرصة منحها اياه العباسيون العباسيون هم الذين منحوه هذه الفرصه سأحدثكم عن هذا الموضوع في حلقه يوم غد ان شاء الله تعالى ما الذي فعله الطوسي؟ هذه المقنعه لاحظوا بحسب الطبعه التي بين يدي وهي طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسه في صفحة 104 المفيد في رسالته العملية سيرا على منهج الأئمة وما كان عليه الشيعة زمان الأئمة فإنهم بعد تكبيرة الإحرام في الصلوات الواجبة وحتى في المندوبه حديثنا عن الصلوات الواجبه بعد تكبيره الاحرام يقراون دعاء التوجه دعاء التوجه الذي ذكره المفيد في رسالته العمليه يشتمل على ذكر امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هذا يعني ان الشيعه كانت تذكر امير المؤمنين في صلاتها في داخل الصلاه بعد تكبيره الاحرام هذا الهراء الناصبي القذر الذي يتحدث عنه مراجع النجف وكربلاء من ان ذكر امير المؤمنين في وسط الصلاه يؤدي الى بطلانها هذا الهراء هراء طوسي شافعي قذر وهو في زماننا هراء سيستاني قذر خوئي سيستاني قذر هكذا ذكر المفيد دعاء التوجه بعد تكبيره الاحرام وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا مسلما على مله ابراهيم ودين محمد وولايه امير المؤمنين علي بن ابي طالب الى اخر الدعاء فهذا دعاء التوجه الذي ذكره المفيد في رسالته العملية الشيعة كانوا يعملون به هذه الرسالة العملية للشيخ المفيد الشيعة كانوا يعملون على اساسها وما ذكره المفيد هو امتداد لما كان عليه الشيعة زمان الائمة وفي الغيبة الاولى وكذلك في بدايات الغيبة الثانية وايضا ذكر المفيد في رسالته العمليه في صيغه السلام صفحه 114 بعد السلام على النبي فإن المصلي يسلم على الائمه الراشدين السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الراشدين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا هو سلام الصلاة الذي رواه المفيد. فهناك سلام على الأئمة الراشدين. نحن عندنا صيغ عديدة للسلام ولدعاء التوجه وتلك الصيغ تشتمل على ذكر أمير المؤمنين وذكر الأئمة الأطهار وذكر الزهراء صلوات الله عليها يمكنكم أن تعودوا إلى برامج المختصة بهذه الموضوعات كي تطلعوا على النصوص والمصادر والتفاصيل هذا قد ورد في المقنعة الرسالة العملية للشيخ المفيد فيما يرتبط بدعاء التوجه الذي يشتمل على ذكر أمير المؤمنين وفي تسليم الصلاة الذي يشتمل على التسليم على الأئمة صلوات الله عليهم الذي يفترض بالطوسي أن يكون أمينا مع أستاذه المفيد اذا لم تكن راغبا في شرح هذه المضامين كان عليك ايها الطوسي ان تترك هذه النصوص ما الذي فعله هذا الطوسي الخبيث حذف هذه النصوص وجاء بنصوص اخرى هي في رواياتنا ولكنها وردت بلسان التقيه بحسب منهج الشوافع هذا هو الذي فعله الطوسي هذا الجزء الثاني مع ان طوسي مثل ما قرات عليكم في المقدمه ماذا قال قال من انه سيتابع المسائل مساله مساله وسيترجمها مثل ما ترجمها المفيد كذاب كذاب لقد حذف هذه النصوص هذا هو الجزء الثاني إذا ما ذهبتم إلى صفحة 72 حيث يفترض أنه يتحدث عن دعاء التوجه جاء بصيغة دعاء التوجه وردت في رواياتنا لكنها جاءت موافقة للمخالفين هذه الصيغه خليه من ذكر امير المؤمنين جاء بصيغه تلتقي مع صيغه الشوافع الذي يفعل هذا الا يقوم بتحريف الزياره الجامعه الكبيره خبيث هذا الرجل خبيث خبيث لئيم الرساله العمليه للمفيد انت اخذت على نفسك عهدا من انك ستشرحها مساله مساله اذا لم تكن راغبا وقد بدات الدوده المرجعيه تنبش في اسفلك وفي اعلاك يا ايها الطوسي اذا لم تكن راغبا في الحديث عن دعاء التوجه في الصلاه بعد تكبيره الاحرام الذي يشتمل على ذكر امير المؤمنين ولم تكن راغبا في الحديث عن السلام الذي يشتمل على ذكر الائمه صلوات الله عليهم لكنت اوردت ما ذكره المفيد وما علقت على ذلك وجئت بالروايات التي تريدها موافقه لمنهجك الشافعي لكن الخبيث اللئيم حذف تلك النصوص وجاء بنصوص من كتبنا شيطان شيطان اسلوب شيطاني جاء بنصوص من كتبنا واثبتها لكن النصوص خليه من ذكر امير المؤمنين ومن السلام على الائمه الكلام هو هو اذا ما ذهبتم الى صفحه 105 الى رقم الحديث 141 الى الصيغه التي جاء بها في تسليم الصلاه جاء بصيغه السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام على انبياء الله ورسله، السلام على جبرائيل وميكائيل والملائكه المقربين، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على الجميع الا على الائمه. شيطان خبيث لئيم وحقير هذا هو الطوسي ماذا تقولون انتم انت لا تريد ان تسلم على الائمه كان عليك من باب الامانه العلميه او من باب الوفاء لاستاذك ان تترك الذي ذكره المفيد ولا تعلق عليه وان تاتي بالنصوص الشافعيه التي تريدها انت لكن الخبيث ما فعل هذا الغى النصوص التي ذكرها المفيد التي تشتمل على ذكر امير المؤمنين في دعاء التوجه في الصلاه بعد تكبيره الاحرام والغى صيغه التسليم التي تشتمل على السلام على الائمه وجاءنا بهذه الصيغه التي فيها سلام على كل شيء الا على ال محمد تريدون مني ان احسن الظن به كيف والقضيه لا تقف عند هذا الحد انا لا استطيع ان اتحدث عن خبث هذا الرجل وعن شيطنته وعن لؤمه وحقارته في كل حياته لقد دمر التشيع دمر التشيع لمحمد وال محمد وانشأ هذه الحوزه القذره الوسخه في النجف التي ستحارب صاحب الامر اين اضع هذه الحقاره وهذه النجاسه لماذا لم ينبه مرجع من مراجع الشيعه منذ زمان طوسي الى يومنا هذا لماذا لم ينبه على هذه القذاره لانهم على نفس القذاره على نفس المنهج ها هم يصدرون الفتاوى من ان ذكر علي بن ابي طالب في الصلاة يبطل الصلاة ألا تفعل الطوسي وتفعل على فتاوى وتف مراجع النجف وكربلاء وتف على فتاواهم هذا هو الذي فعل فينا ما فعل الحكاية كبيرة كبيرة وخطيرة وإلا انت شنو مشكلتك الطوسي؟ ليش مشكلتكم كلكم مع امير المؤمنين؟ هاي الدوده الدوده هاي دوده المراجع، ليش عندكم مشكله مع امير المؤمنين؟ ليش عندكم مشكله مع ال محمد؟ الطوسي ما عنده مشكله ان يسلم على انبياء الله ورسله على جبرائيل وميكائيل والملائكه المقربين أن يسلم على رسول الله وأن يسلم على نفسه والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لكن عنده مشكلة أن يسلم على أهل محمد لاحظوا الشيطان الخبيث لما صار مرجعا لما صار مرجعا وكتب رسالته العملية النهاية هذه النهاية النهايه في مجرد الفقه والفتوى لاحظوا هذا الخبيث الشيطان كيف يضحك على الشيعه لانه يعلم ان الشيعه كانت تذكر دعاء التوجه في الصلاه بعد تكبيره الاحرام بحسب الرساله العمليه للمفيد وبحسب سيره الشيعه عبر القرون الماضيه قبله وبحسب سيرة الشيعة عبر الأزمنة الماضية قبله ماذا فعل في رسالته العملية؟ في رسالته العملية لما ذكر دعاء التوجه ذكر صيغة يذكر فيها أمير المؤمنين كي يضحك على الشيعة ما هم يضحكون على شيعتي على طول الخط والى هذه اللحظه مراجع النجف يضحكون على الشيعه، ولا اعتقد ان احدا ضحك على الشيعه مثلما ضحك عليها الخوئي ومحمد باقر الصدر وسيستاني واكثرهم ضحك على الشيعه السيستاني هذا هو الطوسي يكتب في دعاء التوجه في الرساله العمليه يقول: وان قال وان قال هو ذكر في البدايه ذكر صيغه الشوافع واضاف وان قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض على مله ابراهيم ودين محمد ومنهاج علي حنيفا مسلما الى اخر الكلام كان افضل. اذا لماذا ما ذكرت هذا في شرحك للرساله العمليه للشيخ المفيد؟ مع انك اخذت عهدا على نفسك ان تشرحها مساله مساله. حينما صار مرجعا فانه يحتاج الى هذا كي يضحك على الشيعه الديخيين ما هم ديخيون منذ ذلك اليوم رجاء رجاء اتحفوهم واتحفوني معهم اتحفوني انا ايضا اتحفوني بالوثيقه الديخيه ما اريد اجيب الاسماء واحد قال لي أدى على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة قال توصل اطمئنا إيه؟ تركبهم يعني مش آه، شيء يعني؟ تركبهم وتقول لهم بيخ والله نفس عبارة ده. واحد من الأعلام قبل خمس سنوات قال لي مش داعي أقول تركب <applause> يعني خلافه اهميه جميله، فيما يقول خلافه اهميه جميله، فقرش ديخ عربي فقرش والناس عباره كنا على ثقه وكلكم تعرفونه لانه ما بدي اجيب الاسماء عرفت قال تركب مثل ما تركب فلان ديخ شيء. لا مو علم اجمالي هذا عندنا واقع الشيعه لا هو واقع الشيعه هذا والله هذا واقع الشيعه والله هذا واقع الشيخ نفس الشيء في تسليم الصلاه لاحظوا هذا الشيطان ايضا جاء بصيغه سلام فيها سلام على الائمه السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام على جميع انبياء الله وملائكته ورسله السلام على الائمه الهادين المهديين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. هذا في الرساله العمليه حينما صار مرجعا انه يضحك على الشيعه. انه يضحك على الشيعه. رساله استاذه المفيد حرفها. لو كان يعتقد بهذا الذي قد ذكره في الرساله العمليه لماذا حرف رساله المفيد ولماذا جاء بالاحاديث التي تخالف ما ذكره المفيد قد يقول قائل من انه سهوا وقع ما وقع من كلام المفيد لماذا جاء بالاحاديث المخالفه لما ذكره المفيد عوضا عنها هذه القضيه لا مجال فيها للمحمل الحسن وصدقوني لقد بحثت ليس لايام لسنين علني اجد محملا حسنا للطوسي هذا فما وجدت محمدا حسنا بحثت لسنين لانه ليس من المستسهل ان احكم على الطوسي بهذا الذي اقوله الان ليس من المستسهل فانا بالنتيجه ديخي وابي ديخي وجدي ديخي فانا ديخي وابن الديخيين بالنتيجه انا ديخي انا من واقع ديخي انا من واقع مضحكه من واقع مسخره من واقع مزبله من واقع مخره من هذا الواقع انا من هذا الواقع خرجت من مخراتي حوزه النجف فليس من المستسهل أن أحكم على الطوسي بهذا الذي أقوله لقد بحثت لسنين وسنين طوال علني أجد في نسخة في مكان شيئا من الكلام حتى أستطيع أن أحمله المحمل الحسن وما وجدت ما وجدت محملا حسنا كي أحمله عليه في رسالته العملية يضحك علينا يضحك على الشيعة يأتي بالكلام الذي يناغم الشيعة ولكنه في الوقت نفسه في كتابه الرئيس في الكتاب الاستدلالي المبسوط في الكتاب المبسوط ماذا فعل الطوسي في دعاء التوجه نقل نصا مباشرا من كتب غير الشيعه ولذا فان مؤسسه النشر الاسلامي المؤسسه التابعه للحوزه العلميه الدينيه في قم التي حققت هذا الكتاب هذه الطبعه طبعه مؤسسه النشر الاسلامي قم المقدسه هذه المؤسسه التحقيقيه تابعه للحوزه العلميه الدينيه في مدينه قم هم الذين حققوا هذا الكتاب هم اصحاب صنعه لما وصلوا إلى دعاء التوجه الذي ذكره الطوسي هذا هو الجزء الأول أتحدث عن الصفحة 155 وما قبلها أيضا 154 فما ذكره من حديث هنا بحثوا في الكتب الشيعيه فما وجدوا له اصلا فاضطروا ان يبحثوا في كتب الشوافع فوجدوا النص موجودا هنا هم ذكروا هذا راجع السنن الكبرى للبيهقي في الجزء الثاني هذا هو الجزء الثاني من السنن الكبرى للبيهقي والبيهقي هذا متوفى سنة 458 للهجرة من أئمة الشوافع المتعصبين الحديث الذي ذكره الطوسي بخصوص دعاء التوجه نقله من هنا بحسب مؤسسة النشر الإسلامي هم قالوا راجع السنن الكبرى للبيهقي الجزء الثاني صفحة 32 موجود هنا صفحة 32 صفحة 33 المصدر الاصل ليس هذا البيهقي نقل عن الشافعي هذه المؤسسة إما أن تكون جاهلة يجهلون من أن المصدر الأصلي هو كتاب الأم للشافعي وهو الكتاب المركزي للشوافع وإما هم فعلوا ذلك خبثا كي يضللوا على القارئ من أنه نقله عن السنن الكبرى للبيهقي فالكتاب ليس مشهورا ككتاب الام للشافعي وبشكل مباشر لا ادري ربما من جهلهم جعلوا المصدر الاصل السنن الكبرى وفعلا هو الحديث موجود لكنه نقله عن الشافعي المصدر الاصل الاصل هو كتاب الام للشافعي الكتاب المركزي للإمام الشافعي كما يقولون الشافعي المتوفى سنة وأربعة للهجرة بالنسبة للسنن الكبرى هذه الطبعة طبعة الفاروق الحديثة للطباعة والنشر اما كتاب الام فهذه الطبعه طبعه دار الحديث القاهره مصر اذا ما ذهبنا الى صفحه 356 وسته وخمسين وسبعه وخمسين دعاء التوجه الذي نقله وفقا لحديث الطوسي في المبسوط في صفحه 154 155 من الجزء الاول من كتابه المبسوط بحسب مؤسسه النشر الاسلامي ارجع الحديث الى السنن الكبرى للبيهقي وهو من أئمة الشوافع أيضا لكن البيهقي نقله عن المصدر الأصل وهو كتاب الأم للشافعي الجزء الأول صفحة 356 و 357 تلاحظون الشيطنة كيف والأمر هو هو في قضية التسليم وفي قضية التشهد. أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل. نذهب إلى فاصل. عن زائدة, عن زائدة بن, قدامة. بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك فقلت وما استداره الفلك, الفلك فقال, فقال اختلاف, اختلاف الشيعه, الشيعة بينه, بينه وعن جابر, جابر الجعفي عن امامنا الباقر صلوات, صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلهم على سواء وينادي مناد من السماء وعن, وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الأمر فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما, ولما تكثر, تكثر القتلى, القتلى بين, بين الحيرة, الحيرة والكوفة, والكوفة، لابد ان تعرفوا من ان كتاب الام للشافعي، الشافعي لم يسمه الام هذه تسميه حدثت بعد الشافعي الشافعي سمى كتابه ايام حياته المبسوط والطوسي سمى كتابه وفقا للشافعي هذا الكلام ذكره ابن النديم في الفهرست هذه الطبعه طبعه مؤسسه الفرقان للتراث الاسلامي الجزء الأول من المجلد الثاني صفحة تسعة وثلاثين وله للشافعي من الكتب كتاب المبسوط في الفقه رواه عنه الربيع ابن سليمان هذا هو كتاب الأم من الذي رواه؟ أخبرنا الربيع ابن سليمان قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى الكتاب هو هو وله للشافعي من الكتب كتاب المبسوط في الفقه رواه عنه الربيع ابن سليمان ويحتوي هذا الكتاب على العناوين الموجودة في كتاب الأم أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء، عودوا أنتم بأنفسكم إذا كنتم طالبين للحقيقة عودوا إلى هذه المصادر. صيغة التشهد التي في صلاتكم أخذها الطوسي من هنا، هذه الصيغة الموجودة في الرسائل العملية بالضبط موجودة في صفحة 389 انها الصيغة الخلية من ذكر امير المؤمنين التي تشتمل على الشهادة الاولى والثانية والصلاة على محمد وال محمد، هذه صيغة التشهد عند الشافعي صفحة 389 انتم لستم شيعة انتم شوافع شوافع في الفقه والفتوى وانتم اشعرية ومعتزلة في العقائد واللي طيح حظكم هو هذا الطوسي الطوسي هو اللي طيح حظنا لاحظتم شيطنة الرجل اراد ان يتقرب الى المفيد فاخذ يشرح رسالته العمليه لكن حين سنحت له الفرصه حرف الرساله العمليه فحذف دعاء التوجه في الصلاه كي يتعلم الشيعه ان يقولوا وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض من دون ذكر علي يقولونها قبل الاقامه بينما التشريع ان تقال بعد تكبيره الاحرام وان يشتمل الدعاء على ذكر امير المؤمنين هذا الشيطان الخبيث حذف الدعاء وحذف التسليم على الائمه من الرساله العمليه لاستاذه المفيد وجاء بنصوص من كتبنا الحديثيه تتفق مع صيغة الشوافع لكنه حينما صار مرجعا للتقليد ضحك على الشيعة وأثبت الذي تعرفه الشيعة أما في كتابه الاستدلالي وهو الذي يستدل به العلماء والفقهاء فقهاء الشيعة يستدلون بكتابه طيلة قرن كامل الذي يعرف بقرن التقليد لم يكن هناك من فقيه إلا ويجتر استدلال الطوسي لقرن كامل يعرف في كتب علماء الشيعة بعصر التقليد بقرن التقليد مئة كاملة من السنين بعد الطوسي ولده كان مرجعا من بعده ولده كان غبيا وجاهلا وسافلا وفاسدا وناصبيا ولكن صار مرجعا من بعد أبي بقي مرجعا إلى ما يقرب من ستين سنة لم يصدر عنه من رأي إلا رأي واحد لقد أصدر فتوى عظيمة ان اوجب الاستعاذه قبل الفاتحه في الصلاه هذه الفتوى العظيمه التي اصدرها لنا كان جاهلا حقيرا سافلا منحطا استمر على ضلال ابيه وبقي الامر الى يومنا هكذا. مثل هذا عنده الاستعداد ان يحرف الزياره الجامعه الكبيره قطعا قطعا مثل هذا عنده الاستعداد وعنده الشيطنه الكامله. وعنده الدهاء الكامل لما وجد فرصة بعد إحراق المكتبات الشيعية وكان أمرا مدبرا بليل بعد إحراق المكتبات الشيعية ما نحن عاصرنا مثل هذا في أيامنا سأبين لكم هذا في حلقة يوم غد في الحقيقه لا ادري ماذا ساذكر لكم وماذا لا اذكر لكم كتب الطوس مليئه بالقذاره والحقاره هناك الكثير من المواطن وضعت العلامات والاشارات عليها لكنني ارى الوقت يجري سريعا وانا اريد ان اختصر المطالب هذا الكتاب هو الذي دمر عقائدنا من كتب الطوسي الاقتصاد فيما يجب على العباد الاقتصاد يعني السير الصحيح لا تتصوروا ان الكتاب يتناول علم الاقتصاد في ايامنا الاقتصاد يعني السير الصحيح الاقتصاد فيما يجب على العباد المراد من الاقتصاد السير الصحيح القصد الصحيح هذا الكتاب هو الذي اسس فيه الطوسي منظومه الضلال العقائديه من ان اصول الدين خمسه من هنا بدا ضلالنا من هذا الكتاب هنا اسس الطوسي منظومه الضلال العقائديه اذا ما رجعتم الى فهرست الكتاب ستجدون العقائد قد عنونها هكذا القسم الاول مباحث التوحيد القسم الثاني مباحث العدل ولواحقه القسم الثالث مباحث الوعد والوعيد. واستعمل هذا العنوان لانه اساسا كان وعيديا، كان من الفرقه الوعيديه. هذا الكلام ما انا الذي اقوله العلامه الحلي في كتابه الخلاصه وهو اهم كتاب رجالي عند العلامه خلاصه الاقوال في علم الرجال. للعلامه الحلي حينما ترجم للطوسي قال من انه كان وعيديا يعني من الفرقه الوعيديه ورجع عن ذلك الفرقه الوعيديه هي فرقه ابي القاسم البلخي الكعبي المعتزلي المتعصب وهؤلاء ينكرون الشفاعة الطوسي يبدو ما من مجموعة ضالة هذا يربد يربد وين ما نقرأ طايع هذا يروح يطع بها فهذا الكلام معنى الذي قلته العلامة الحلي في كتابه الخلاصة حين ترجم للطوسي قال عنه من أنه كان وعيديا ورجع عن وعيديته هذه فيبدو ان هذا العنوان من بقايا وعيديته القسم الثالث مباحث الوعد والوعيد يعني مباحث المعاد وهذا الذي يقصده لكنه استعمل هذا العنوان من بقايا ثقافته الوعيديه المعتزليه واحنا وين ماكو واحد سقط نصفق له ونمشي وراه هو من ذاك اليوم الى هذا اليوم شكو واحد سقط شكو واحد طايح حظه شكو واحد مطه جاهل نقدسه ونبجله ونصنع له الكرامات القسم الثالث مباحث الوعد والوعيد القسم الرابع مباحث النبوه القسم الخامس مباحث الامامه هذه هي منظومه العقائد الضال ديننا له اصل واحد بحسب رسول الله صلى الله عليه واله يا علي انت اصل الدين وبحسب الايه السابعه والستين بعد البسمله من سوره المائده وان لم تفعل فما بلغت رسالته هناك اصل واحد هو اصل الاصول مثلما بينت لكم وشرحت لكم في مجموعه حلقات اعرف امامك راجعوها وتاكدوا من سلامه عقائدكم هذه منظومه عقائد الضلال من هنا فتح باب الضلال علينا بالضبط بعد ان وصل الى مباحث الامامه دخل في العبادات الشرعيه خرجنا من باب العقائد ودخلنا في العبادات الشرعيه في احكام الصلاه والوضوء وسائر التفاصيل الاخرى هذه منظومه اصول الدين الخمسه القسم الاول مباحث التوحيد القسم الثاني مباحث العدل ولواحقه القسم الثالث مباحث الوعد والوعيد القسم الرابع مباحث النبوه القسم الخامس مباحث الامامه تركها الى اخر العناوين قالوا محمد هكذا يقولون من لم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه جعلوها عنوانا اول والقران قبل ذلك جعلها عنوانا اول حتى قبل التوحيد وان لم تفعل فما بلغت رسالته لا توحيد ولا نبوه البدايه من الامامه ومن اراد الله بدا بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه اليكم قطعا الدوده المرجعيه القذره النجسه الطوسيه الخبيثه ستبدا بالنبش هنا ومن هنا حرفت الزياره ومن قصده توجه بكم هؤلاء هم السفله الذين عبثوا بدين محمد وال محمد. ولا زالوا يعبثون الى يومنا هذا. هذا تحريف للدين، تحريف في العقائد. هذا تحريف للرساله العمليه لاستاذه هذا تحريف لأحكام الصلاة في كتابه المبسوط هذا ضحك على ذقون الشيعة في الرسالة العملية النهاية مثل هذا مؤهل لأن يحرف الزيارة الجامعة الكبيرة أو لا ماذا تقولون أنتم الحكاية طويلة طويلة نذهب إلى فاصل من حديث طويل رواه ابو بصير عن امامنا ابي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنه واحده وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون الباس من كل وجه ويل لمن ناواه وليس في الرايات اهدى من رايه اليماني هي رايه هدى لانه يدعو الى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لأنه, لأنه يدعو, يدعو إلى الحق وإلى, وإلى طريق, طريق مستقيم. في الجزء الأول من كتابه المبسوط والذي سماه تقليدا للشافعي. الشافعي توفي سنة 204 وطوسي توفي سنة 460 للهجرة في المقدمة صفحة 14 من الطبعة التي اشرت اليها انها طبعة مؤسسة النشر الاسلامي هم المقدسة ذكر ما ذكر من كلام يمكنكم ان تعودوا الى المقدمة من انه يريد ان يؤلف كتابا على طريقه النواصب على طريقه المخالفين وليس على طريقه اصحاب الائمه تذكروا رساله امام زماننا الى الشيخ المفيد الطوسي كان موجودا الطوسي التحق بالمفيد سنه 408 الرسالة وصلت إلى المفيد سنة 410 مذ جنح كثير منكم ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون قطعا قطعا الطوسي من ابرز مصادق هذا الكلام ماذا يقول الطوسي وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس الى اي شيء الى عمل كتاب يشتمل على ذلك يشتمل على المنهج الذي عليه المخالفون مثل ما قال في المقدمه تتوق نفسي اليه تتوق نفسه الى منهج المخالفين تتوق نفسي اليه فيقطعني عن ذلك القواطع لماذا ويشغلني الشواغل وتضعف نيتي ايضا فيه لماذا قلة رغبة هذه الطائفة فيه لأن الشيعة لا يريدون كتبا على طريقة النواصب وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك يشتمل على ما نهج عليه المخالفون في كتبهم يريد ان يغير طريقه التاليف وفعلا فعل هذا في كتابه المبسوط فجاء كتابا شافعيا حسين البروجردي المرجع المعروف استاذ السيستاني قبل ان ينتقل السيستاني الى قم وقد تاثر السيستاني بمنهج البروجردي النصب بشكل واضح حسين البروجردي أهدى كتاب المبسوط لعبد المجيد سليم الذي كان شيخا للأزهر في أيامه عبد المجيد سليم صار شيخا للأزهر لمرتين وصار مفتيا للديار المصرية لمرة واحدة توفي سنة 1954 ميلادي لماذا ارسل اليه المبسوط؟ لان البروجردي يعلم ان الكتاب ما هو بكتاب شيعي عبد المجيد سليم هو الذي يقول حينما كنت احتاج للبحث في فتوى من الفتاوى كنت اعود دائما الى كتاب المبسوط للطوسي لو كان يعلم ان المبسوط من كتب محمد وال محمد الحقيقيه هل يعود اليه لكنها بضاعتهم ردت اليهم هذه هي الحقيقه أعود إلى كلام طوسي وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوقا نفسي إلى عمل كتاب يشتمل على ذلك تتوق نفسي إليه فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة هذه الطائفة فيه وترك عنايتهم به، ترك عنايتهم بمنهج المخالفين، لانهم لماذا؟ لماذا لا تعبأ الشيعة آنذاك بمنهج المخالفين؟ لأنهم ألفوا الأخبار، أخبار الأئمة وما رووه من صريح الألفاظ، وانت شي ضرك يا ودوده، يا ودوده يا طوسي شي ضرك؟ شي يضرك إذا كانت الشيعة لا تريد كتب المخالفين وقد ألفت حديث أهل البيت أنت شي يضرك يا أبو شي يضرك ما احنا ذولا مناعيل الوالدين والهتلية متولينا من ذاك اليوم الى هذا اليوم اقرا كلامه مره اخرى عليكم كي اقيم الحجج عليكم ولا اعبا ان تقبلوا كلامي او ان ترفضوه ما انتم غاطسون في هذه القذاره وكنت على قديم الوقت وحديثه متشوق النفس الى عمل كتاب يشتمل على ذلك على منهج المخالفين تتوق نفسي اليه فيقطعني عن ذلك القواطع ويشغلني الشواغل وتضعف نيتي ايضا فيه قله رغبه هذه الطائفه فيه وترك عنايتهم به لماذا هم لا يعتنون بمنهج المخالفين لانهم الفوا الاخبار اخبار الائمه احاديثهم وما رووه من صريح الالفاظ يريد مثل ما يعمل الان المراجع رسائل عمليه يقراها الناس ولا يفهمونها احاديث الائمه واضحه منهج شيطاني قذر لابعاد الناس عن احاديث الائمه ولربط الناس بهؤلاء الكذابين الدجالين الذين يقولون نحن نواب لصاحب الزمان وهم لا يفقهون حديث العتره رسائل عمليه كوبي واحد ينقل عن الثاني باسلوب ناصب ملتوي قذر لانهم الفوا الاخبار وما رووه من صريح الالفاظ احاديث الائمه صريحه وواضحه حتى ان مساله لاحظوا ان الائمه كيف ربوا الشيعه وهؤلاء هؤلاء الطوسيون هم الذين غيروا المسار حتى ان مساله لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد ليش تغير اللفظ المعتاد ما هي الفاظ الائمه حتى ان مساله لو غير لفظها وعُبِّر عن معناها بغير اللفظ المعتاد، اللفظ المعتاد هو لفظ الأئمة. حتى أن مسألةً لو غُير لفظها وعُبِّر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم، تعجبوا منها وقصر فهمهم عنها. عمي ما يردون كلامكم، خلصونا. مناعي الوالدين. دمرتونا هذا هو الطريق الشيطاني الذي دمر به منهج اهل البيت وأسس لنا حوزته النجسه في النجف وهذا نتاجها بين ايدينا موجود الى يومنا هذا هنا في باب التسليم في الصلاة لم يذكر صيغة التسليم التي ذكرها المفيد هو حذفها وحرفها ولم يذكر صيغة التسليم التي ذكرها هو في رسالته العملية كي يضحك على الشيعة والتي تشتمل على السلام على الأئمة رجع إلى صيغة الشافعي هذا في صفحة 170 171 حتى في التبويب لم يعنون للخمس بابا وإنما جعل الخمس من جملة مسائل الزكاة لماذا؟ لأن النواصب يفعلون هكذا لأن النواصب حينما يتحدثون عن الخمس إما أن يذكروا الخمسة في باب الجهاد إذا ذكروا الجهاد باعتبار أن الخمسة يرتبط بغنيمة الجهاد بغنيمة الحرب وإما أن يذكروا الخمسة في حاشية الزكاة هو أيضا حينما بوب أبواب الفقه لم يجعل الخمسة كما هو معروف في كتب الشيعة أن يجعل الخمسة عنوانا برأسه هذه هي القذارة الطوسية، لاحظتم كيف كان يعاني من هذه المشكلة، من أية مشكلة؟ من مشكلة تمسك الشيعة بنصوص الأحاديث، مثل هذا يكون مؤهلاً لتحريف الروايات أو لا، هو يعاني من مشكلة يجدُ ان تمسك الشيعه بنصوص احاديث الائمه يجد ذلك مشكله يجد ذلك عيبا في الشيعه والائمه يقولون اذا اردتم ان تستكملوا الايمان كل الايمان فقولوا القول منا ما قاله محمد وال محمد فيما بلغنا عنهم وفيما لم يبلغنا فيما أسر وما أعلنوا كلامكم نور لماذا تريد يا أيها الطوس الخبيث لماذا تريد أن تحول الكلام النوريه إلى كلام ظلماني وفقا للمنهج الشافعي وقد فعل هذا فعل هذا فعل هذا وادخلنا في ضلال وتيه وظلمات الى يومك هذا لقد فعل هذا كلامه انه يعاني من عقده من الشيعه يعاني من عقده كيف ان الشيعه يتمسكون بنصوص احاديث الائمه هذا هو شيخ الطائفه هذا هو مؤسس حوزه النجف اعرفتم الان لماذا مراجع النجف يحاربون احاديث اهل البيت اعرفتم الان لماذا يخرج كمال الحيدري ويخرج الوائلي ويخرج محمد باقر الصدر كي يتحدثوا عن ان احاديث اهل البيت اسرائيليه محرفه مكذوبة عرفتم الآن من أين بدأت المشكلة حينما أصر دائما على أن المشكلة بدأت منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين حينما أسس الطوسي المشؤوم سود الله وجهه أسس الحوزة المشؤومة سود الله وجهها كي يدمروا احاديث اهل البيت هذا هو الواقع امير المؤمنين منذ ايامه كان يحذرنا حينما كان في الكوفه كان يحذر الشيعه يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا اياكم اياكم واصحاب الراي هؤلاء السفله فإنهم أعداء السنن، أعداء الأحاديث فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها الطوسي كان نابغة كان يحفظ الحديث قد لا يكون دقيقا لكنه كان يعادي الأحاديث وكان يجد في نفسه عقدة من تمسك الشيعة بنصوص الأحاديث ورثه مراجع النجف ودمروا احاديث اهل البيت، ماذا فعل الخوئي باحاديث اهل البيت؟ ماذا فعل محمد باقر الصدر باحاديث اهل البيت؟ وماذا يفعل السيستاني الان؟ دمروا احاديث اهل البيت، دمروا عقيده اهل البيت على نفس هذا المنهج انه منهج الضلال نذهب الى فاصل عن امامنا الصادق صلوات الله وسلامه صلوات الله عليه. عليه ان الله عز وجل اوضح بائمه الهدى من اهل بيت نبينا عن دينه وابلج بهم عن سبيل منهاجه وفتح بهم عن باطن ينابيع علمه فمن عرف من امه محمد صلى الله عليه واله واجب حق امامه وجد طعم حلاوه ايمانه وعلم فضل طلاوه اسلامه لان الله تبارك وتعالى نصب الامام علما لخلقه وجعله حجه على اهل مواده وعالمه والبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار يمد بسبب الى السماء لا ينقطع عنه مواده ولا ينال ما عند الله الا بجهه اسبابه ولا يقبل الله اعمال العباد الا بمعرفته في كتابه الفهرست والذي يفترض فيه ان يترجم لرواه الحديث من الذين جمعوا احاديث الائمه في الكتب الاصليه القديمه التي جمعت والفت وكتبت وصنفت زمان الائمه ماذا يقول في المقدمة؟ هذا هو الفهرست للطوسي هذه الطبعة طبعة مؤسسة نشر الفقاهة الطبعة الأولى ألف هجري قمري صفحة اثنين في مقدمة الطوسي لكتابه الفهرست هكذا يقول: لأن كثيرا من مصنفي اصحابنا وأصحاب الأصول يعني الكتب القديمة زمان الأئمة لأن كثيرا من مصنفي اصحابنا وأصحاب الأصول ينتحلون المذاهب الفاسدة وإن كانت كتبهم معتمدة عقائدهم فاسدة هذا يجعله يجد مبررا لنفسه ان يعبث بالاحاديث هو يعاني من عقده من الشيعه من انهم يتمسكون بالفاظ الائمه بنصوص الاحاديث يعاني من هذه العقده ويريد ان يؤلف للشيعه كتبا على طريقه المخالفين ان يبعدهم عن منهج الائمه بقدر ما يستطيع وفي الوقت نفسه هو هكذا يعتقد وربما الرجل لا يعتقد هذا وانما يكذب ويفتري هنا كي يجد مبررا له بعد ذلك في تدمير احاديث اهل البيت ما يدريني لان كثيرا من مصنفي اصحابنا واصحاب الاصول ينتحلون المذاهب الفاسده فكيف صاروا يؤلفون الكتب الاصليه القديمه؟ وتلك الفت باشراف من الائمه ومتابعه منهم هذا يجعلنا نشكك في كل شيء هذا هو الذي يريده هذا الخبيث لان كثيرا من مصنفي اصحابنا واصحاب الاصول ينتحلون المذاهب الفاسده وان كانت كتبهم معتمده مع ملاحظتي ان طوسي ليس دقيقا فيما ينقله من الروايات هل كان متعمدا في ذلك ام لم يكن لا اعتقد هذا الرجل لم يكن دقيقا في الضبط ومن هنا حينما نجد الاحاديث تتعارض ما بين نقل الكلين والصدوق والطوسي فان الكلين يقدم على الصدوق وان الصدوق يقدم على الطوسي الكلين فيما بينه وبين الصدوق والطوسي فارق كبير في دقته وسعة اطلاعه وعمقه في الفهم الكلين مقدم على الصدوق والصدوق مقدم على الطوسي بينما في كتابه الخلاف هذا هو كتاب الخلاف للطوسي الكتاب الذي يجمع فيه آراء النواصب مع ما يبينه من رأي الشيعة وما يبينه من رأي الشيعة ليس دقيقا وصحيحا في كثير من الأحيان يقول شيئا هو نفسه يخالفه في رسالته العمليه النهايه او انه يخالفه في كتابه المبسوط على اي حال هناك قضيه لا بد ان اشير اليها من ان الرجل كان دقيقا جدا في نقل اراء المخالفين ولم يكن دقيقا جدا في نقل اراء الشيعه لان الرجل مشبع بالفكر الناصبي اتعلمون الان انا لا اتحدث في زاويه مظلمه ولا اضحك عليكم انا اتحدث في بث مباشر عبر الاقمار الصناعيه يسمعني الشيعه والنواصب هذا الكتاب عند النواصب من الكتب المعتمده في معرفه الاراء القديمه لعلمائهم لانهم يجدون الطوسي في كتابه هذا يجدونه دقيقا في نقل ارائهم اراء علمائهم اراء ابي حنيفه الشافعي والبقيه بينما الطوسي نفسه ليس دقيقا في نقل الاراء الشيعيه ومن هنا يتعارض كلامه دائما ويتناقض فيما بين كتبه الثلاثه الخلاف والمبسوط والنهايه ونادرا ما يتفق كلامه في هذه الكتب ولذا ترى ان مراجع النجف وكربلاء يباشرون وقد قال به الشيخ في الثلاثه يعني انه جاء بكلام واحد في الكتب الثلاثه الخلاف والمبسوط والنهايه لأنه في الأهم الأغلب يأتي كلامه متهافتا متناقضا في هذه الكتب ليس دقيقا في نقله للآراء الشيعية بينما هو دقيق في نقله لآراء النواصب رجاء اعرضوا لنا الوثيقة رقم عشرة من الحلقة 133 من برنامج الكتاب الناطق من مجموعة وثائق ضلالي وبترية الوائل رجاء أعرض الوثيقة وأتمنى أتمنى على المشاهدين أن يلتفتوا إلى هذا الخرط هذا الخرط من هذا الخرط شيخنا يخطرني أنه كان هناك لديكم توجه نحو انشاء مركز لل او مجمع للتقريب بين المذاهب هل كنتم من الرواد في هذا المجال الفكره هي ليست لي وانما هي للجمعيه بالذات وقد جسدتها في خطوه اولى في كليه الفقه لاننا في كليه الفقه كنا ندرس فقه ابي حنيفه وفقه الشافعي وفقه أحمد بن حنبل وفقه مالك وفقه جعفر بن محمد الصادق على صعيد سواء في كتاب الفقه المقارن لأحد أساتذة الحوزة أو أحد أساتذة الكلية المرحوم الشيخ محمد تقي آل الشيخ السعيد الحكيم تغمده الله برحمته الذي توفي في هذه السنة تغمده الله برحمته وهو من اللامعين ومن الذهنيات الحاده التي اصلت واعطت وابدعت في في جمعنا لاراء المذاهب الاسلاميه واخذ اراء المذاهب الاسلاميه بدون حساسيه بالاضافه الى استعراض جمله من العقائد التي كنا نستعرضها وجمله من المسائل الفقهيه في مؤلفات فقهائنا كالخلاف للشيخ الطوسي وامثال الخلاف مما كنا نقرأه من كتب أخرى للمذاهب الإسلامية، كل ذلك كان يشكل منهجا عندنا للجمع بين الأمزجة المختلفة للمذاهب الإسلامية في الاتجاهات العلمية، فنحن نشأنا في هذه الأجواء ونكاد نقول أن هذه الأجواء تربينا وترعرعنا عليها، فلا يقال أن عندنا توجه أو ميل إلى ذلك، بل كنا في الصميم من ذلك. هني يخلكم بها الخرط وهالخرط من هالخرط هذا آخر كتاب ألفه الطوسي الدليل على أن تفسير التبيان هو آخر كتاب ألفه الطوسي لأن الطوسي في الفهرست بحسب النسخة المعروفة حين عدد مؤلفاته لأنه ترجم لنفسه في الكتاب صفحة 240 رقم الترجمة 129 محمد ابن الحسن ابن علي الطوسي مصنف هذا الفهرست له مصنفات منها أول ما بدأ كتاب تهذيب الأحكام لأنه أول كتاب أهلفه هذا الذي حرف فيه رسالة استاذه المفيد العملية المقنعة عدد كل كتبه ولم يذكر تفسير التبيان هناك من اضاف زيادة في الحاشية وله كتاب التبيان في تفسير القرآن في آخر كتبه ليس مهما بالنتيجه هذا الكتاب بحسب القرائن اتمه ايام كان في النجف بعد ان اسس الحوزه في النجف تعالوا نطلع على هذه المزبله على مزبله الطوسي التي اسمها التبيان واذا ما تتابعون الوائلي فان الوائلي ينقل دائما عن الفخر الرازي وعن القرطبي وعن الطبري في تفسير القران وعن الالوسي وفي الاعم الاغلب عن الفخر الرازي، لكن اذا اراد ان ينقل عن الشيعه ينقل عن تبيان الطوسي عن هذه المزبله وعن مجمع البيان الذي هو كوبي عن هذا التفسير مجمع البيان كوبي عن تفسير التبيان للطوسي مجمع البيان للطبرسي كوبي عن هذا التفسير القذر هذا هو التبيان في تفسير القران الجزء الاول وهذه الطبعه طبعه ذوي القربى انها الطبعه الاولى الف وثلاثين هجري قمري ماذا يقول الطوسي في المقدمه الطوسي في المقدمه هكذا يقول فوجدت من شرع في تفسير القرآن من علماء الامه بين مطيل في جميع معانيه واستيعاب ما قيل فيه من فنونه كالطبري وغيره وبين مقصر اقتصر على ذكر غريبه ومعاني الفاظه ثم يبدا يتحدث عن علماء الامه صدقوني ما اشار الى شيعي واحد كل الذين ذكرهم من النواصي عودوا الى مقدمه تفسير التبيان هو هنا يشرح منهجه في التفسير ويشير الى المصادر التي يعتمدها ما ذكر كتابا شيعيا واحدا الى ان يقول واصلحوا واصلحوا من سلك في ذلك مسلكا جميلا مقتصدا من هو محمد ابن بحر ابو مسلم الاصفهاني المتوفى سنه 322 للهجره وهو معتزلي متعصب وعلي بن عيسى الرماني المتوفى سنه 384 للهجره وهو من كبار متعصبي المعتزله فان كتابيهما اصلح ما صنف في هذا المعنى سيفسر وفقا لمنهج هذين الاثنين من المعتزله هذا هو تفسيره تفسير التبيان حين أقول لكم من أن الطوسي شافعي معتزلي إنني لا أقول هذا الكلام جزافا لقد سبرت كتبه قبل أكثر من ثلاثين سنة صدقوني سبرت كتبه قبل اربعين سنه ما يقرب من اربعين سنه سبرتها سبرا فوجدته شافعيا اشعريا معتزليا قذرا وبقيت لسنين طوال وانا ابحث عن اي محمل لا استطيع حتى فيما بيني وبين نفسي ان اصف الطوسي بهذه الاوصاف فانا ابن الثقافه الديخيه الحميريه هكذا تربينا على مراجعنا الديخيين الحمير هكذا تعلمنا منهم هؤلاء هم اسوته في التفسير واصلح من سلك في ذلك مسلكا جميلا مقتصدا محمد بن بحر ابو مسلم الاصفهاني وعلي بن عيسى الرماني فان كتابيهما فان كتابيهما اصلح ما صنف في هذا المعنى الى اخر كلامه وليس مهما هذا ساخذ نماذج من تفسيره على سبيل المثال في معنى الصراط المستقيم في سوره الفاتحه صفحه 42 يقول: وقيل في معنى قوله الصراط المستقيم وجوه احدها انه كتاب الله وروي ذلك عن النبي وعن علي وابن مسعود يساوي بين النبي وبين.. علي وابن مسعود والثاني انه الاسلام حكي ذلك عن جابر عن جابر الانصاري وابن عباس والثالث انه دين الله عز وجل الذي لا يقبل من العباد غيره والرابع انه النبي والائمه القائمون مقامه صلوات الله عليهم وهو المروي في اخبارنا المروي في اخبارنا بشكل صريح انه امير المؤمنين زيارات امير المؤمنين الروايات الاحاديث التفاصيل الواضحه الصراط المستقيم عنوان لامير المؤمنين هو ماذا يقول والأولى بعد أن قال ما قال والأولى حمل الآية على عمومها الصراط المستقيم إشارة إلى الطريق السليم الطريق الواضح والأولى حمل الآية على عمومها لأن إذا حملناها على العموم دخل جميع ذلك فيه فالتخصيص لا معنى له يعني أن نقول إن الصراط المستقيم علي لا معنى له. من تُف على هذا التفسير وتفعل على وجه الطوسي وتُف على قبر الطوسي وتُف على حوزة الطوسي. أن نقول إن الصراط المستقيم علي لا معنى له. من طيح الله حظ الطوسي وحوزة الطوسي. هذا هو تفسير التبيان. الذي صار اساسا لتفسير القران عند الشيعه لم يشر الى الروايات الكثيره عندنا والى الزيارات والادعيه التي تصرح من ان الصراط المستقيم علي وهو يقول وانا الصراط المستقيم امير المؤمنين لم يشر الى هذا وإنما ذكر الكلام إجمالاً أكو يا جماعة أكو هو ما كان يزور أمير المؤمنين موعدنا واحد اليوم أكو دودة 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 موجودة الروايات عندنا قالت عن الصراط المستقيم علي علي الصراط المستقيم ما اشار إليها قال والرابع انه النبي والائمه القائمون مقامه صلوات الله عليهم وهو المروي في اخبارنا لماذا لا تصرح يا طوسي باسم امير المؤمنين؟ عندك مشكله وبعد ذلك يقول والاولى حمل الايه على عمومها لان اذا حملناها على العموم دخل جميع ذلك فيه فالتخصيص لا معنى له وتريدون بعد ذلك ان حوزه النجف تقدم لكم تشيعا صحيحا اصيلا وهي تتخرج الى يومنا هذا من بيت الشيطان انه بيت الطوسي الذي جعل مسجدا وسمي بمسجد الطوسي لان الشيطان يغيضه ان عليا له مركز فاراد ان ينشئ مركزا شيطانيا بجنب علي من مسجد الطوسي خرج هذا الضلال وهو بجانب علي فالتخصيص لا معنى له ان نقول ان الصراط المستقيم علي لا معنى له هو هذا دينكم طيب الله حظكم وحظ دينكم اتحدث عن مراجع حوزه النجف وكربلاء ولطالما يخرج علينا صادق الشيرازي كي يتقيأ علينا بكرامه الطوسي هذا الجزء الرابع من تبيان الطوسي من ضلال الطوسي صفحة 164 إنها الآية الثامنة والستون بعد البسملة من سورة الأنعام وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا الآية التي جاء فيها وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وإما ينسينك الشيطان ذكر قول الجبائي وهو من المعتزلة يقول في صفحة 165 واستدل الجبائي أيضا بالآية ذكر قول الجبائي وهي القراءة الصحيحة هناك من يقرأه الجبائي لكن القراءة الصحيحة الجبائي ذكر قول الجبائي صفحة مية وخمسة وستين من المجلد الرابع من التبيان فقال واستدل الجبائي وهو ابو علي الجبائي المعتزلي واسمه محمد بن عبد الوهاب واستدل الجبائي ايضا بالايه على ان الانبياء يجوز عليهم السهو والنسيان واما ينسينك الشيطان الخطاب لرسول الله بحسب الايه بحسب ما يفهمها الجبائي واستدل الجبائي ايضا بالايه على ان الانبياء يجوز عليهم السهو والنسيان قال بخلاف ما يقول الرافضه بزعمهم من انه لا يجوز عليهم شيء من ذلك الجبائي يقول الرافضه ينزهون الانبياء عن النسيان والسهو الطوسي يعترض عليه يقول وهذا ليس بصحيح أيضا لأننا نقول باعتبار هو من الرافضة أي رافضين أنت أنت ناصبي يا طوسي وهذا ليس بصحيح الجبائي الرجل يقول كلاما صحيحا استدل بالآية بحسب عقيدته من أن الأنبياء يجري عليهم السهو والنسيان وقال بخلاف ما تقول الرافضه لان الرافضه تنزه الانبياء من السهو والنسيان الطوسي يرد عليه يقول وهذا ليس بصحيح ايضا لان نقول انما لا يجوز عليهم السهو والنسيان فيما يؤدونه عن الله فقط في دائره التبليغ فاما غير ذلك فانه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل والله هواية متفضل إلى الحد اللي ما يصير رسول الله مسودا يعني ينسى ويسهو إلى الحد اللي ما يصير مسودا هو هذا دينكم طيب الله حظكم وحظ دينكم يا مراجع النجا هو هذا طوسيكم من تفعل هذا الطوسي فإنه يجوز أن ينسوه خارج دائرة التبليغ في صلاتهم في صيامهم في كل شؤونهم فإنه يجوز أن ينسوه أو يسهو عنه مما لم يؤدي ذلك إلى الإخلال بكمال العقل وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون مططاعة الحظ شو علاقة هذا بهذا مخصص وكيف لا يجوز عليهم ذلك وهم ينامون ويمرضون ويغشى عليهم والنوم سهو في أي مكان هذا وجدت هذه القاعدة من أن النوم سهو والنوم سهو وينسون كثيرا ينسون كثيراً محمد وآل محمد وينسون كثيرا من متصرفاتهم أيضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان هذه عقيدته هذا شيعي الذي يعتقد مثل هذا لا يدمر الزيارة الجامعة الكبيرة سيدمرها يدمرها هذه عقيدته هذه عقيدته في آخر عمره هذا الكتاب ألّفه في آخر عمره محمد وال محمد هكذا ينسون ويسهون الى الحد الذي لا يؤدي الى الإخلال بكمال عقولهم يعني ما يصيرون سويتشات ما يصيرون طباقات هو هذا دينكم الى ان يقول وينسون كثيرا من متصرفاتهم ايضا وما جرى لهم فيما مضى من الزمان ستكون ذاكرتي اقوى من ذاكره محمد صلى الله عليه واله على الاقل في هذا المقطع الزماني من حياتي بحسب هذه الاوصاف هذه عقائد طوسي الذي يعتقد في محمد وال محمد هذا المستوى من الاعتقاد كيف يتسنى له ان يقبل الزياره الجامعه الكبيره قطعا سيذهب الى تقطيعها والى تحريفها بقدر ما يستطيع مع عقدته النفسيه من ارتباط الشيعه بالنصوص. يريد ان يبعد الشيعه عن النصوص حتى يتصرف فيها ومن هنا فان عمليه احراق كتبه هذه قضيه مدبره اتفاق فيما بينه وبين العباسيين كي يذهب الى النجف كي يعبث كما يشاء. ليس هناك من تفسير للذي جرى الى هذا التفسير والا لماذا لم يقتلوه لماذا قتلوا الشيعه في الكرخ؟ احرقوا كتبه فقط وسمحوا له ان يذهب الى النجف ولماذا حينما ذهب السلاجقه لقتل البساسيري في الكوفه لم يتعرضوا للطوسي وكان موجودا هناك لو كانوا يريدون القضاء على طوسي لكان بسهوله لانهم قتلوا خلقا كثيرا ابن الاثير في الكامل في تاريخه الكامل يقول وقد هلك الخلق العظيم في تلك المعركه في معركه السلاجقه مع البساسيري في الكوفه وطوسي كان في الكوفة كان في النجف ما هو ملاصق للكوفة فهل المعركة حدثت في داخل المدينة حدثت قرب النجف وطوسي كان هناك لماذا لم يتعرضوا له لو كان السلاجقة أعداء فعليين له مثل ما يضحك علينا مراجع النجف ويقولون من انه خرج فارا من السلاجقه خرج فارا ليؤسس حوزه الضلال برنامج شيطاني عباسي شافعي اشعري معتزلي النتائج هذه هي التي حصدناها عبر القرون وحصدها اجدادنا واباؤنا لقد ابعدنا هذا الخبيث عن محمد وال محمد عبر هذه الحوزه الضاله القذره آخذ لكم مثالا آخر من تفسير الضلال هذا هذا الجزء السابع صفحة 414 في سورة النور ما يرتبط بحديث الإفك في قصة عائشة بحسب أحاديثنا حديث الإفك عائشة هي التي اتهمت ماريا ام ابراهيم ماريا القبطيه اتهمتها في انها حملت من ذلك القبطي الذي كان من اقربائها فاتهمت ماريا القبطيه بالزنا عائشه هي التي اتهمتها ونزلت الايات في تبرئه ام ابراهيم عائشه بعد ذلك بعد ان توفيت ام ابراهيم قالت من انها هي التي اتهمت ومن ان الايات نزلت في تبرئتها هذا ما يقوله النواصب الطوسي ماذا يقول الطوسي لم يشر الى ما جاء عن الائمه في قضية أم ابراهيم وإنما نقل ما جاء عن النواصب وكان سبب الإفك أن عائشة ضاع عقدها في غزوة بني المصطلق إلى آخر الكلام ما يهذي به الوائل من هنا هذيان الوائل والبقيه الذين على منهج الوائل من هنا ياخذون هذا الهذيان فترك حديث الائمه صدقوني انا احدثكم في التسعينات كان هناك من يحقق في هذا التفسير ومره زارني وقال لي انني مستغرب من الطوسي يذكر الائمه ولا يسلم عليهم انا عرفته ماذا يقصد وهو محقق الاخ محقق قلت كيف ذلك قال دائما يقول قال ابو جعفر ومن دون ان يسلم على الامام الباقر ويقول قال الحسن ومن دون ان يسلم على الامام الحسن قلت له ابو جعفر هذا ما هو الباقر ابو جعفر هذا هو الطبري لقد نقل تفسير الطبري بتمامه وكماله في كتابه هذا. النسخة الموجودة في زمان الطوسي وفي زماننا من تفسير الطبري ليست هي النسخة التي كتبها الطبري بنفسه، وانما نسخة كتبها تلامذته، هو كان يقرأ عليهم من نسخته وهم كتبوا فيقولون في بداية كل قراءة حدثنا أبو جعفر يعني الطبري محمد ابن جرير الطبري كنيته أبو جعفر أتحدث عن محمد ابن جرير الطبري الناصبي السني الطوسي حينما يقول قال أبو جعفر على طول التفسير هو أبو جعفر الطبري وحينما يقول قال الحسن هو الحسن البصري هذا تفسير ناصبي قذر قلت له راجع بنفسك وتاكد الذي سمعته عن مؤسسه النشر الاسلامي سمعته من اناس يعملون فيها حينما شرعوا في تحقيق هذا التفسير هذه حكايه اخرى وكانوا يقارنون مع النسخ المتوفره منه وجدوا اضطرابا كبيرا بعد ذلك اكتشفوا ان المصدر الاصلي هو تفسير الطبري فاخذوا يحققون تفسير التبيان على تفسير الطبري وليس على النسخ المخطوطه لتفسير التبيان وجدوها افضل ولذا ماذا صنعوا نقلوا المجموعه التي تحقق الى غرفه في الطابق الاعلى حتى لا يسمع الاخرون بهذه الفضيحه هكذا تجري الأمور وهكذا يتسترون على الفضائح الناصبية الحكاية خطيرة خطيرة جدا وصدقوني أمتلك من القرائن ومن المعلومات عن الطوسي هذا ما يجعلني متأكدا من أنه المؤهل الأول لتحريفي الزياره الجامعه الكبيره وقد فعل ذلك في النجف بعد ان اسس الحوزه المشؤومه القذره النجسه حينما بدا يؤسس لمكتبه جديده بعد ان احرقت المكتبات الشيعيه في بغداد انه يؤسس مذهبا جديدا هذا هو الذي جرى علينا، للحكاية تتمة، ألتقي غدا بكم كي أكمل حديثي، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله